بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين. بسم الله نبدأ. عدنا إليكم أحبتي الكرام في فيديو آخر، إن شاء الله سنتطرق إليه جميعا والاكتشاف بعد المنتوجات اللي توصلت بها من علي إكسبريس. بعد معاناة ما نكتبش عليكم، أنني كنت داير العنوان ديال المنطقة ديالي، وليت كنشوف اش كيقول لي شي حوايج كيداروا لا حول ولا قوة. بعض الليبرورات الله يهديهم تيديروا شي حوايج ماشي هما هذوك الليبرور اللي كيشد المنتوج وكيلقى فيه الاسم ديالك والعنوان ديالك والهاتف ديالك وكيرد. لان انا في واحد المنطقة اللي هي شوية في منطقة قروية، ولكن جاية في الطريق الرئيسية، يعني كيشد المنتوج كيلقى بان ما غاديش يوصلوا الهدف ديالو، انه خصو يوصل واحد الرساله ليهم هما بانه راه اتصل بيا ورا ما اتصل بيا ما شفتو ما شافني. ما انا كنتصل بيه شي خطره كاع كنلقى الاسم ديالو كنلقى اش كيقول الرقم ديال الهاتف ديالو ما تيجاوبنيش ما كيجاوبش خطره كنعيط كنسخف. يعني وليت كنتصل بداك الرقم ديال 7000 اللي هو 05 وما وراه، كنتصل بهم كيتصلوا بيا البنات يقول لك اسمح لنا هذا غادي نقادو ما نقادو انا والله مازال ما قد. والله الا دابا هاد الكوريه هادي والله ما عرفتش شنو فيها، اقسم لكم بالله ما عرفتش شنو فيها. راه شي ماشي معقول، الانسان هو يدير العمل ديالو، راه العمل حتى هو عباده، راه الصلاة صلاة راه هي صلتك بين الله بينك وبين الله، وراه الدين ولا هذا شي يقول له هو المعامل. تعامل دير العمل ديالك بصدق، ماشي تبقى تشدوك الرزيق اللي كتشد وكتشدو حرام وديرو بجيك وتشد نفق عليه انت وتمشي تصوم. أما غير ما تصومش، هذاك اللي كياكل رزق عباد الله وكيدير عباد الله وتاكل عباد الله وكيشهد شهادة الزور وكي سميتو، راه الصيام ماشي هو انك تنقطع عن الاكل والشرب، الصيام هو الامساك عن شهوات البطن والفرجي من طلع الفرج، وكذلك حتى الهضرة. الهضرة تهضر في عباد الله وتقول شي هضرة ماشي هي هذيك، كنقول لها انا دابا راه كنهضر، ولكن راه كنهضر بالحق، كنقول شي حاجة اللي حقيقية. انا دابا كنقول الله يهديهم، انا ما كنسميوش بمسميات، ما كنقولوش الارقام ديال الهواتف ديالهم، وما كنقدروش نقولوا للناس اللي مكلفين هذا كيديروا لنا هاد الناس هادو. يعني تنقول الله يهديهم، يعني كيشد المنتوج ويخبي عنده واحد النهار ولا هذا. انا كنتبع مزيان، كنتبع المنتوج ديالي مزيان فاش كنقول ديال التتبع، وفي الصغير كنلقاه ولا احمر. علاش ولا احمر؟ لان ليفرار قال لهم انا راه اتصل بهذا وهذا كذوب، هذا كذب، والكذب بحال اللي قلنا في الحلقه السابقه، الكذب رذيله من الرذائل الخبيثه، راه ماشي صفه، راه ما تكذبش. ويل للمكذبين، راه اللي كيكذب راه شي تسرق سير دير كلشي. انا مثلا نقول لك سير تسرق، وين تنقول لك الكذب هو المشكل الكبير، لان يقدر يدير فتنه ما بينك وبين الاسره ديالك وبين المجتمع وبين الاشخاص المقربين اليك. يعني الانسان ما خصوش يكون هكذا، الانسان ما يكذبش. قول لي كاين، ما بغيتيش توصل لي المنتوج وقول لهم انا ما نوصلش هذا المنتوج، ني كاين وتهنى مع راسك. اش كتخلي لا راه عيطت عليه والهاتف مغلق، والله اقسم بالله وبالله والله حرم القسم ثلاث ما كانش التليفون. وفي حاله انا كاع الا كنت ناعس، انا راه كنخدم، في حاله الا كنت ناعس مثلا كنوصل ماني نضرت نقول لهم ردوا البال للتليف. انا اليوم هو توصلت بهذا المنتوج هذا بعد ما اتصلت للدار البيضاء سبيديف وجاوبوني، وكاينين شي حوايج مازالين دابا اقسم لكم بالله كاين شي حوايج اللي انا دابا داير لادريس ديال منطقه افران اقليم افران، والمنتوجات كيمشيو ليا لبني بالله لا عباد الله. علاش كيمشيو ليا لبني؟ ما فهمتش انا هذا الشيء اللي ما بغى انا قد نفهم انا شنو. وتخيل كتجي كوريا وكتلقى فيها سيدي حرازم، واش انا ساكن في سيدي حرازم؟ اش جاب سيدي حرازم للمنطقه حدا زروا قريبه على زروا بواحد 30 كيلومتر. يعني باش تهضر معاك ليفر تيقول لك اسمح لي انا راه ما نقدرش نجي عندك لتما، علاش ما تجيش لعندي؟ كاينين اربعه الناس ولا خمسه الناس غتجيب لي احسن المنتوج ديالي. كيضطر كيصيفطو مع السيارات ديال الوزراء
وكان اضطر انا نخلص من سيارة العذرة، والله الا كان كنخلصوا باش كل عامل كل اجير له اجر. انت اللي جابك واحد حاجه وخسر المازوط ديالو وجايب المركوب راه الا عطاك الكولي ديالك لا قدام تعطي واحد 10 دراهم ولا 15 درهم. حنا كنركبوا ب 10 درهم في الكار و 15 درهم في الشكوك، لا كنعطي 10 مره نعطيها 15 وغاديه بهكذاك. يعني الانسان خصو يدير العمل ديالو، هذا هو اللي كنوصي به. الله يهديكم، ديروا العمل ديالكم، وراه العمل هو عباده. راه الا كنتي كتصلي وكتصوم وكتزكي وكتعشر وكتمشي تحج وما كديرش العمل الانساني مع الناس، راه ما درتي حتى شي حاجه، راه ما درتي حتى شي حاجه. يعني شي كيتصل بيا ما خلاناش نديروا الفيديو. المهم انا غادي نحل لكم وغادي نكتشف معكم هذا المنتوج باش ما نطولوش بزاف، كثرت الهضره ما خدامهش. انا نشوف هذا المنتوج اللي جانا بسم الله. هذا ما والله مازال ما عرفتش شنو كاين، هذا مازال ما عرفتوش انت شنو كيدير بعدا، كيدير حل جلع الدنيا هاني هرس ما كاينش المشكل. ها انتم سيدي ما عرف انا ما عرفتش شنو هذا، والله ما عرفتش. غادي نحلو نشوفوه اش منتوج هذا، والله ما عرفت. روبيني، هذا روبيني، روبيني باش يقول لي سميتو روبيني هذا الفم ديال الروبيني، وهذه الغطايه اللي كتكون لاصقه في الحيط، وهذا الروبيني، هذا روبيني راه الحاله ديالو مزيانه مزيان. المهم راه مزيان، الثمن ديالو تقريبا 40 درهم 40 درهم 40 درهم. انا شريته علاش؟ لان الروبينيات ديال سميتو كيطيحوا نونطون بزاف، ديك الجلده كتخسر لي الجلده، صافي كتبقى دير جلده عاود جلده حتى جلده حتى كيطلع لك الدم. اضطريت باش نجيب هذا الروبيني وعطاوني فيه هاد جوج ديال سميتو، هذا كيتحل من هنا، ها هو كيتحل وكنركبو هاد الاخر، هذا اللي فيه الصفايه. يعني منتوج جيد، المهم نقولوا جيد، و 40 درهم راه الثمن ديال الروبيني دابا العادي راه داير 35 40 درهم. هذا مزيان وصغير، تقدر ديرو في لاكويزين، تقدر ديرو فين ما بغيتي، راه يدار. وندوزو للمنتوج الثاني، هذه خرقة ديال الحمام، هي خرقة كيقولوا لي صغيرة، ما صغيرش بالنسبة لي ديالي أنا، راه هو هذاك خرقة ديال الحمام الصابون، ماشي ديال الحكام ولا شي حاجة، راه ماشي 15 درهم 15 درهم مزيانة مزيانة، يعني جيدة، راه حتى التوب ديالها مزيان. أنا راه بغيت نحلها، ما بغيتش نطول الفيديو، ولكن مازال ما لقيتش منين كتحل. شوف شنو ديال الصعوبة في الحلان وهذا. المهم خرقة ديال الصابون، هذه خرقة ديال الصابون، هذه 15 درهم. نزيدو المنتوج، جابو جوج اللي عطا صافو ولا جوج ب 15 درهم، جوج ب 15 درهم. أنا كنت من غير وحدة ولكن جوج ب 15 درهم مزيانة، وحدة ليك وحدة اللي عزيز عليك. وحده ليك وحده اللي عزيز عليك، جوج ديال المنتوجات ديال الصابون ديال الدوش ب 15 درهم، ثمن مزيان ويستاهلوا. والمنتوج الاخير هو هذا، ولو انه انا طلبته كان في باطا وداروه هنا في هذا الباطا، ما فينا هي فين مشات، يعني هادشي اللي بقى، يعني الباطا ما بقاش. هذا المقص ديال الاظافر تقريبا 30 درهم 30 درهم 30 درهم 30 درهم، فيه بانس، فيه المقص صغير، وفيه البانس، وفيه هادو باش كنحكو سميتو، فيه هو متكامل داكشي كاع ديال الظفر كيخدم لي. انا بغيت نحلو نشوف الحبل نحلو ان شاء الله، نقدر نحلوه وغادي نشوفو الحبل كاع كيدير ليه خويا كاع كلشي. المهم بانس، اول بانس مكوبري، دايرين ليه البلاستيكه هنا مزيان باش ما يتصداش في حدا،
وراه راه مزيان. وي غير خص هذا تحل وكيتسد الباس ديال بغا تحيد بيه الظهر راه شحال كتحيد بيه الظهر ديالك ديال الرجلين ولا ديال هذا مزيان. غير الباس راه يقدر يدير 20 درهم للفوق زوينين. وفيه مقص ديال الاظافر وفيه هذا كتحيد به الاوساخ ديال الظفر. وفيه هذا كذلك الا كان عندك داك الجنب ديال الظفر الا كان الجنب ديالك. وعندك كذلك هذا المهم هادشي فيه اربعه ديال فيه خمسه ديال العناصر واحد جوج ثلاثه اربعه ديال العناصر خمسه العناصر ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى الملتقى. وكنتمنى إن شاء الله تشاركوا في القناة بالضغط على جيم صابوني والضغط على الجرس وتفعيل لكي يصلك الجديد. وراه أنا فيديوهات كنديرهم وأقسم لكم بالله إلى ذاك الأدسنس أنا مازال ماشي شديت واحد الأدسنس واحد الأدسنس قريب نشدو غنشدو غادي نصدقوا لوجه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.